نتمنى للمنتخب الأردني الفوز على شقيقنا المنتخب القطري. نتمنى الفوز للمنتخب الأردني إن شاء الله. قل لي كيف إحساسك وانت تشوف المدرب المغربي؟ المدرب المغربي حسين موتا من المدربين البارزين ومعروفين يعني على مستوى الصعيد الوطني وعلى مستوى الصعيد العربي. وهو مدرب ناجح وأنجز مهمات كبيرة جدا الحمد لله، ووصل مرحلة كبيرة جدا للمنتخب الأردني. فكانت بالبداية عدم معرفته باللاعبين أو بالمنتخب الأردني، ولكن الآن الحمد لله بيضها الحمد لله. نظل محتفظين فيه لأنه هو اللي وصلنا للمرحلة هاي، ومرحلة قيمة جدا الحمد لله. وحتى لو خسر المنتخب الأردني برضو يعني فريقين عربيين مثلوا العرب بهذه البطولة، والحمد لله يعني حسين موتى ما متخلص عنه إن شاء الله. إن شاء الله ما متخلص عنه بأي شيء من الأشياء. بسم الله الرحمن الرحيم، ونشكر جزيل الشكر على الجهود القيمة جيتوا تصوروا بهذا المكان الطيب. وإحنا باسم الجالي وباسم السفارة الأردنية بنرحب جميع الجالي الأردني وإخواننا المغاربة بشجع منتخبنا الأردن من بداية البطولة. والحمد لله رب العالمين قدم أداء من أول البطولة، ونشكر المدرب المغربي الخطير حسين عموتة اللي قدم هذا المستويات والروح القتالية للفريق، ووصلنا لأول مرة في تاريخ الكرة الأردنية المباراة النهائية مع الأشقاء والأخوة القطريين. والحمد لله أنه نهائي عربي، وإن شاء الله يقدموا مستويات ويربح المنتخب الأردني إن شاء الله اليوم بنتيجة 3-1 إن شاء الله أتوقع. يعني شهادة مجروحة زي ما بحكوا، إحنا بالبداية صحيح الجمهور الأردني والشن هجمة شرسة زي ما بحكوها لعموت حسب المعطيات والأرقام والمباريات اللي خاضها التجريبي قبل البطولة، بس يعني سمو الأمير علي كان واثق جدا بالعقلية الأفريقية والعقلية المغربية، مثل ما قدموا كأس العالم منتخب المغربي وخذ التجربة من الكرة المغربية، واستدعى حسين عموتي. والحمد لله يعني حسين عموتي قدم أداء رهيب جدا، وإحنا مبسوطين. وشو ما كانت النتيجة نحن محتفظين وبنطالب نحافظ على المدرب حسين عموتي.